السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا شباب هنحل شيت نمبر 6. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله، يلا بسم الله. هو بيقول لك ان 4 over 7 multiplied by 14 equals a multiplied by 4 then a equals a. انا عايز الفاليو بتاعت a دي، تمام؟ طيب تعال بص هنا، هوت على 4 over 7 multiplied by 14 تقدر تعمل لها ايه؟ الميس اقدر اعمل وهي في مكانها كده، اقدر اعمل سيمبل فاي. ركز كده في اللي الميس بتقوله، اقدر اعمل وهي في مكانها. انا مش شايف ده دلوقتي، الجزء ده اقدر اعمل فيه سيمبل فاي. يعني ايه سيمبل فاي؟ يعني هدور على كومن فاكتور بتوين النيوميريتور والدينومينيتور، كومن فاكتور بتوين النيوميريتور والدينومينيتور، واعمل ديفايدد باي ات. كومن فاكتور اللي هلاقيه ده هعمل ديفايدد باي ات، اوكي؟ طيب لما تبص كده على النيوميريتور والدينومينيتور، ها الفور والسيفن مفيش بينهم كومن فاكتور، لكن لما تبص على الفورتين، ما هي الفورتين دي في النيوميريتور والسيفن دي في الدينومينيتور، بينهم كومن فاكتور. اه يا ميس، الفورتين والسيفن هما الاثنين ديفيزبل باي السيفن. الفورتين والسيفن هما الاثنين بيقبلوا القسمة على السيفن، تمام؟ تعال نبدأ نعمل سيمبل فاي وهي في مكانها. سيفن ديفايدد باي سيفن إيكوالز وان، شطبت على السيفن وكتبت الوان اهو. فورتين ديفايدد باي سيفن إيكوالز تو، فورتين ديفايدد باي سيفن إيكوالز تو، تمام؟ الوان في الدينومينيتور دي خلاص بقت مش فارقة معايا، خلاص؟ فبقى معاك الناحية دي فور ملتبلايد باي تو إيكوالز إيه ملتبلايد باي فور. بص كده عندك فور هنا وفور هنا، يبقى الاي بكام؟ بتو. متفقين؟ الاي بتاعتك طلعت بتو. تعال نبص على اللي بعدها. The like denominators of 3 over 7 and 1 over 14 is a. طب انت معاك هنا في 7 وعندك هنا في 14، متفقين؟ طب ال 14 ملتبل لل 7، يبقى اللايك denominator اللي انت بتدور عليه هو 14، عشان ال 14 ملتبل لل 7. واتفقنا مالتيبل يعني ديفيزبل باي 7، بيقبل القسمة على 7، تمام؟ هنا الناحية دي كاتب لك 1 over 3، طيب والناحية التانية كاتب لك 1 over 3 multiplied by 3. طب خليك كأنك مش شايف الجزء ده الأول ونحل الحتة دي. 1 over 3 multiplied by 3 يميس 3 divided by 3 equals 1 و 3 divided by 3 equals 1، 1 multiplied by 1 كلام ده equal 1، يعني الجزء ده كله لما حله هيديني ايه؟ هيديني 1، والناحية دي في 1 over 3. طبعا اي whole number في الدنيا greater than اي proper fraction، greater than ال whole number، greater than proper fraction. يعني ايه proper fraction؟ يعني النيوميريتور بتاعها less than الدينومينيتور، ال 1 less than 3، تمام؟ الهول نمبر اكبر من الفراكشن، متفقين؟ يبقى طبعا العلامه بتاعتي بصت كده زي ما انت ايه شايف. بعد كده بيقول لك نمبر وات ملتبلايد باي 5 اوفر 9 ايكوالز 5 ملتبلايد باي 3 اوفر 9. طيب بص كده على الدينومينيتور، هنا في 9 وهنا في 9، تمام؟ طيب هنا في 5 اهي وهنا كتب لك 5. هو بيتعامل معاك بكميتاتيف بروبرتي، كميتاتيف بروبرتي، يبقى ناقص لك ايه؟ ناقص لي 3. 3 ملتبلايد باي 5 اوفر 9 ايكوالز 5 ملتبلايد باي 3 اوفر 9. خد بالك انا شغال كميتاتيف بروبرتي اوف ملتبليكيشن على النمبرز اللي موجوده فوق في النيوميريتور، فوق في النيوميريتورز، تمام؟ كميتاتيف بروبرتي يعني بشيل النمبرز وبدل اماكنها، ابدل اماكنها، اوكي؟ تاني يبقى 3 multiplied by 5 over 9 equals 5 multiplied by 3 over 9. وتعالى نتاكد من باب المراجعه، هراجع معاك الجزئيه دي دلوقتي، تمام؟ تعالى نحل الجزء ده ونحل الجزء ده ونشوف هيديني نفس الناتج ولا لا، اوكي؟ طيب انا هحط عند 3 في الدينومينيتور 1 عشان ما حدش يتلخبط. 3 over 1 هي 3، أنا ما عملتش حاجة. أي whole number في الدنيا عنده denominator 1، عشان نكون متفقين،
وهحط عند الفايف في الدينومينيتور بتاعها 1، مغيرتش حاجة، 5 over 1 هي الفايف، تمام؟ تعال بقى نبدأ نحل الجزئية دي. احنا متفقين وانت بتعمل ملتبلاي لفراكشن، فانت بتعمل ملتبلاي نيوميريتور ملتبلايد باي نيوميريتور، دينومينيتور ملتبلايد باي دينومينيتور. 3 باي 5 equals 15 اهو، over 1 ملتبلايد باي 9 equals 9، يبقى الناحية دي طلع لي فيها 15 over 9. الناحية التانية نيوميريتور باي نيوميريتور، 5 ملتبلايد باي 3 equals 15 over 1 ملتبلايد باي 9 equals 9، الناحية دي طلع لي 15 over 9، 15 over 9. أظن الكلام واضح، وطبعا عندك equal في النص اهو. أظن كده حلتها معاك بأكتر من طريقة. يهمني قوي تبقى فاهم، أنا يهمني قوي 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 اللي أنا عمال أقوله كتير ده وأشرحه بأكتر من طريقة، يهمني أن أنت تبقى فاهم مش حافظ، تمام؟ يبقى احنا هنا وصلنا أن النمبر اللي احنا بندور عليه هو 3، أوكي؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك 1 and half years equals how many months؟ طيب يا ميس 1 year يعني 12 months، 1 year السنة فيها 12 شهر 12 months، half year half year نص سنة يعني 6 months، 12 divided by 2 equals 6 يبقى plus 6. متفقين 12 plus 6 الكلام ده equals 18، يبقى أنا هنا عايز أعلم على 18 months، تمام؟ بعد كده 1 over 3 plus 1 over 4 الكلام ده equals ايه؟ طيب انا عندي 3 و 4 يا ميس unlike denominators. طيب ال LCM بتاعك ال LCM هيبقى 12، ليه؟ علشان ال 3 ده برايم، 4 ده even، وما هوش multiple لل 3، ما ينفعش. فعشان كده اخدت ال 3 multiplied by ال 4 اداني 12، فده ال LCM بتاعي. نبدأ نكتب fractions جديدة with denominator 12. الثري بقت 12 حصل لها ايه؟ multiply by 4 اطلع على ال 1، 1 by 4 equals 4 plus، ويدي 12. ال 4 بقت 12 حصل لها ايه؟ multiply by 3 اطلع على ال 1 by 3 ب 3، والكلام ده equals ادي ال 12 بتاعتي نزلت 4 plus 3 7 over 12. متفقين؟ السؤال اللي بعد، وعايز اقول لكم زي ما انتم شايفين كلها اسئلة امتحانات، كلها اسئلة مهمة، ركز قوي فيها. complete the following 1 minus 2 over 9. والسؤال ده على طول بينزل في الامتحانات يا شباب، مهم. اول حاجة على طول عينك هتبص على الدينومينيتور في الفراكشن اللي هو بيطرحها من ال 1. الدينومينيتور كام؟ 9. على طول هتفكر ان ال 1 9 over 9، على حسب الدينومينيتور بتاعتك بتفك ال 1. متفقين؟ minus 2 over 9 والكلام ده equal، وادي 9 نزلت في الدينومينيتور، 9 minus 2 7، طلع قدامي 7 over 9. بعد كده بيقول لك ان 2 and 1 over 7 equals x over 7، then x equals ايه؟ هو بيحول من mixed number زي ما انت شايف المنظر ده اسمه mixed number ل improper fraction، improper fraction، تمام؟ طب بنحول ازاي؟ هاخد ال 2 وانزل اعمل ملتبلاي لل 7، 2 ملتبلايد باي 7 equals 14، وانت طالع اعمل بلس لل 1، 14 بلس 1 equals 15، يبقى الاكس بتاعتك ب 15. متفقين؟ تاني، يبقى انا باخد الهول انزل اعمل له ملتبلاي في الدينومينيتور، 2 باي 7 14، واعمل بلس للنيومريتور 14 بلس 1 equals 15، تمام؟ 15 over 7 طبعا. طيب بعد كده كاتب 2 and 1 over 4 multiplied by 8، الكلام ده equals 1 over 4 multiplied by b plus 2 multiplied by 8، then b equals a. هدفك انا عايز الفاليو بتاعت b. طيب ركز كده في اللي انا هقوله، 2 and 1 over 4 دي المفروض ان انت تفكر فيها 2 plus 1 over 4. عندك مشكلة في الكلام ده؟ 2 and 1 over 4 هي 2 plus 1 over 4، الكلام ده multiplied by 8، multiply by 8. انا كملت السؤال اهو. طيب وانت متعود على كلمة distributive property، distributive ايه؟ property، يعني 2 هتروح تسلم على 8 ويبقى 2 multiplied by 8، هو عامل لك القوس بتاع 2 multiplied by 8 اهو. طيب plus ال 1 over 4 هيروح يسلم على ال 8، 1 over 4 multiplied by 8،
1 over 4 multiplied by ال b يبقى ال b بكام؟ ب 8. distributive property. تمام؟ بعد كده معاك 2 over 3 of 9 equals ايه؟ اول ما تشوف كلمة of اعمل multiply. 2 اول ما تشوف fraction of number fraction of number اعمل multiply. يعني السؤال بتاعك 2 over 3 multiplied by 9 الكلام ده equals ايه؟ ويا تعمل simple 5 وهي في مكانها، يا اما تحطلي تحت ال 9 كده 1 وتعمل numerator by numerator denominator by denominator وتبدأ تعمل simple 5، الاتنين هيدوا لك نفس الناتج. متفقين؟ طيب انا هعمل simple 5 وهي في مكانها، ها انا عندي 9 وعندي 3 بينهم common factor 3، 9 في النيوميريتور وال3 في الدينومينيتور بينهم common factor 3. ابدأ اعمل divided by 3، 3 divided by 3 equals 1، 9 divided by 3 equals 3، و2 multiplied by 3 equals 6. خلصت. متفقين؟ بعد كده سؤال سهل خالص لانه مديهولك اصلا with like denominator زي ما انت شايف، 7 over 10 minus 3 over 10 equals ايه؟ يا ميس هنزل التن في الدينومينيتور كده، 7 minus 3 equals 4، بس عشان انا في grade 5 مش هسيبها له 4 over 10، هعمل له simple 5. ال 4 وال 10 هما الاثنين even numbers، يبقى هما الاثنين divisible by 2، يبقى الكلام ده equal 4 divided by 2 equals 2، 4 divided by 2 equals 2، و 10 divided by 2 equals 5، طلع قدامي 2 over 5. تمام؟ بعد كده معاك 1 plus 1 over 3 plus 1 over 2 والكلام ده equals ايه؟ ما عنديش مشكلة في الوان على فكرة، يعني ممكن اسيبها زي ما هي، مش محتاجة اقولك اعملها لي لما الوقت هنوصل لل LCM بتاعك وهقولك انه ب 6 فاقولك اعمل لي ال 1 6 over 6، انت مش محتاج تعمل ده، خلي ال 1 زي ما هي plus، وال 2 وال 3 ال LCM بتاعهم عشان هما الاتنين prime numbers فال LCM يعني البرودكت بتاعهم 2 by 3 ب 6 اهو، ادي ال 6، 3 بقت 6 حصل لها ايه؟ multiply by 2 اطلع على ال 1، 1 by 2 equals 2 بلس، ويدي 6، 2 بقت 6 حصل لها ايه؟ multiply by 3 اطلع على ال 1، 1 by 3 equals 3 ويدي equal fraction plus fraction، وهو البلس هو لو انت عندك. طب نجمع الفراكشنز الاول، نزل لي ال 6 كده، 2 plus 3 يعني 5، طيب هول بلس هول ادي 1 عندك هنا هول، او يعني عندك هنا هول تاني عشان تجمع عليه، ما عنديش يبقى نزل لي ال 1، طلع قدامك 1 اند 5 اوفر 6. متفقين؟ السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لك رايت ات ليست 3 ديفرنت مالتيبليكيشن اكسبريشنز ذات هاف ذا سيم برودكت. انا عايز على الاقل على الاقل 3 ديفرنت مالتيبليكيشن اكسبريشنز يدي لك نفس البرودكت للتو نمبرز اللي قدامك دول. طيب تعالى ناخدها برا، انا معايا 6 over 7 multiplied by 10. متفقين؟ طبعا الحاجات دي عشان تقعد تتفرج عليها دلوقتي وانا بحلها لازم تكون شفت شرح الدروس بتاعها، عشان حتى لو انا بشرح دلوقتي هناك في الشرح الاساسي للدرس هتلاقي شرح كتير واكسرسايز كتير جدا على نفس الافكار، فهتبقى جاي هنا انت بتراجع انت فاهم الميس عمالة تعمل ايه. اوكي طيب اول حاجة او اول equal expression للexpression اللي قدامك دوت ان انا هعمل commutative property of multiplication، الكلام ده equal وهشقلب التن هبدأ بيها وهجيب يعني بص 10 multiplied by 6 over 7 ده هو ده، ادي اول حاجة. تمام طيب الحاجة التانية، طيب ايه رأيك ايه رأيك لو انت فكرت ان 6 دي 2 multiplied by 3 2 multiplied by 3 تمام؟ واخدت 3، خد بالك انت بتتعامل مع numerator by numerator، بتتعامل مع numerator by numerator، اخدت 3 عملت لها multiply by 10، 3 by 10 بايه؟ 30 صح كده؟ و2 هتفضل 2 over 7 يعني 2 over 7 multiplied by زي ما قلنا 3 by 10 ب 30، وادي expression كمان دي equal. تمام؟ طب يلا واحد كمان equal. انا اخدت المرة اللي فاتت 3 by 10، تعالى المرة دي ناخد 2 multiplied by 10، يبقى 3 هي اللي هتكتب over 7، 3 over 7 3 over 7 multiplied by
هاخد ال 2 باي 10. 2 باي 10 بايه؟ 2 باي 10 ب 20. تعالوا ناخد اكسبريشنز كمان. خليني هكتب نفس السؤال تاني. 6 over 7 multiply by 10 ويدي equal. هكتب كمان اهو، هفكر في ال 10 انها 2 multiply by 5. 2 multiply by ايه؟ 5. هاخد ال 2 numerator by numerator اعمل لها multiply by 6. 2 by 6 يعني 12 over 7 متبقي معاك multiply اهو by 5. ادي كمان expression. طب equal واحد كمان. المرة اللي فاتت خدت 2 by 6، المرة دي هاخد 5 by 6. 5 by 6 equals 30 over 7 multiply by معايا 2، اوعى تنساها. كل الاكسبريشنز يعني هو بيقول لك على الاقل اكتب لي 3 اكسبريشنز. انا كتبت معاك ادي 1 2 3 4 5. نتأكد، انا يهمني قوي انكم تبقوا فاهمين. تعالوا نتاكد ان انا لما اعمل ملتبلاي لكل الاكسبريشنز اللي انا كتبتها دي هيديني ذا سيم برودكت، هيديني نفس الناتج. تمام، تعالى نبدا بالسؤال اللي هو اصلا كاتبه لنا. تعالى نبدا بالسؤال اللي هو اصلا كاتبه لنا. 6 ملتبلاي باي 10 ايكوالز 60 اوفر، وال7 طبعا انا عندي هنا كان في دينومينيتور 1، 7 باي 1 ايكوالز 7. 60 اوفر 7 مش محتاجة دلوقتي احول من improper fraction لmixed number، هدفي بس ان انا هوصلك ان كلهم equals 60 over 7. يلا اللي بعده، ها التن دي كأنها over 1 ويدي equal. numerator by numerator 10 by 6 equals 60 over 1 by 7 equals 7. 60 over 7 اللي بعده ايدي equal. ال 30 دي كأنها 30 over 1 numerator by numerator denominator by denominator. 2 multiplied by 30 equals 60 over 7 multiplied by 1 equals 7. 60 over 7 واخد بالك؟ same product، same product نفس الناتج. نكمل ال 20 كأنها over 1 عشان numerator by numerator denominator by denominator. 3 by 20 equals 60 over 7 by 1 equals 7. 60 over 7 طبعا المنظر باين قدامك. نكمل ده السؤال الاصلي بتاعنا. ال 5 دي كأنها over 1. 12 by 5 يعني 60 over 7 by 1 equals 7. 60 over 7. 60 over 7 اخر واحدة. 2 كأنها over 1. 30 multiplied by 2 equals 60 over 7 multiplied by 1 equals 7. 60 over 7. أظن كده الفكرة بقت واضحة قدامكم إنهم كلهم كل expressions اللي أنا كتبتهم have the same product. متفقين؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك وائل spent 3 over 7 of his money on candy. طيب هو صرف، يبقى في ماينس في الموضوع اهو. and 1 over 5 of his money on toys. كمان صرف 1 over 5 من الماني بتاعته على التويز. تمام، طيب بعد كده بيقول لك and saves the left، وبدا ياخد الباقي بقى الفلوس المتبقيه دي عشان ايه؟ يحوشها. طيب what fraction of money does وائل save؟ طب ايه الفراكشن بتاعت الماني اللي وائل هيحوشها؟ متفقين؟ طيب ركز معايا. هو يميس اصلا مش قايل لي الماني اللي مع وائل دي قد ايه، بس بيتعامل معاك ان الفلوس اللي بيصرفها عباره عن فراكشنز، صح ولا لا؟ اه. يبقى انت كان الماني اللي مع وائل دي كانت وان هول، وان هول. متفقين؟ وهدفك دلوقتي وات فراكشن اوف ماني does وائل سيف، يبقى وات وائل سيف. الإجابة بقى وات وائل سيف. أوكي الكلام ده equals ومعاك one whole minus ال one whole دي الماني اللي كانت معاه صرف منها. صرف منها قد إيه؟ ها 3 over 7. 3 over 7 ورجع صرف منها كمان، يبقى minus كمان اهو. صرف منها كمان 1 over 5. 1
over 5 زي ما انت شايف كده. متفقين؟ انت كده كتبت السؤال اللي انت عاوز تحله. يبقى هو كان معاه one whole, one whole. الone whole ده whatever بقى يطلع زي ما يطلع. يعني الone whole ده كأن الماني دي سيركل وبدأ يقطع منها ويصرف منها. صرف 3 over 7 وصرف 1 over 5. تمام؟ طيب الكلام ده equals. طبعا مش هينفع تحلها وهي بالمنظر ده. انا عندي 7 وعندي 5. يبقى انا محتاج ال LCM للدينومينيتورز اللي معايا. تمام؟ 7 و 5 يا ميس يعني برايم نمبرز. برايم نمبرز. يبقى ال LCM بتاعي equals 7 multiplied by 5 يعني 35. ادي اول حاجة. متفقين؟ طيب تعالى عند الوان. ها انت محتاج تفك الدنيا كلها بقى. يبقى الوان دي 35 over 35 اهي. 35 over 35 minus. هشيل السيفن واحط 35. السيفن بقت 35 حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 5 اطلع على 3. 3 by 5 يعني 15 minus. الفايف هتبقى 35 اهو. طب الفايف عشان تبقى 35 حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 7 اطلع على ال 1. 1 by 7 equals 7. وادي equal تحت ال equal. اظن كده. بص كده لايك denominators والدنيا متظبطه معاك ازاي. step by step step by step انت ماشي كده. تمام؟ هبدا اعمل السبتراكت الاولاني ده. ها ادي 35 نزلت في الدينومينيتور بتاعتي و 35 minus 15 5 minus 5 0 3 minus 1 equals 2. يبقى طلع قدامي 20 over 35. كمل لي المسألة minus وهنزل ده هنا 7 over 35 ويجي equal 35 نزلت اهي في الدينومينيتور. تمام؟ و 20 minus 7 يعني 13. 13 over 35 دي الفراكشن اللي هو بيسألك عليها. وكده السؤال بتاعك خلص. متفقين؟ خطوات ايه؟ واضحة وثابتة. اوكي؟ لما حد يقول لك ده كان معاه فلوس بس مش قايل لك الفلوس دي قد ايه، وصرف منها وبدأ يدي لك فراكشن، وصرف منها تاني وادالك فراكشن تانية، يبقى انت على طول بدون نقاش اعتبر ان الفلوس اللي كانت معاه دي وان هول، وبعدين ماينس ماينس لانه صرف وصرف تاني. متفقين؟ وتبدأ تشوف ال LCM بتاعك للدينومينيتورز وتحل زي ما عملنا كده. السؤال اللي بعده هنا بيقول منى studied math for 2.5 hours and science for 90 minutes. How many hours did منى study in all؟ طب هي ذاكرت وقت قد ايه in all، وعايز الوقت اللي هي ذاكرته بالhours زي ما انت شايف كده. تمام؟ طيب انا ما عنديش مشكله في الوقت اللي هي ذاكرت فيه math لانه كاتب لك النمبر بتاع الاورز واضح 2.5 hours. تمام؟ لكن انا عندي مشكله في ال 90 minutes دي. انا محتاجه احول من minutes الاورز. انا محتاجه احول الاول من minutes الاورز. طبعا بسهوله جدا في ناس ممكن تحسبها منتلي وتقول لي ان ال 90 minutes دي يا ميس لما احول 90 minutes الاورز يعني 1.5 hour. منتلي اهو في ناس حسبت منتلي على طول قالت 90 minutes 60 minutes يعني ساعة يبقى دي 1 و 30 minutes يعني half يبقى 1.5 hours. تمام؟ طب واللي مش عارف يعني او اللي ساعة الامتحان هيبقى متلخبط ومش عارف يحولها mentally. بص كده يبقى انا معايا 90 minutes equals 8 hours. طب انا بحول من يونت صغيرة ليونت كبيرة يبقى انا محتاج اعمل divide 90 over 60 relation between the hour والminute 60. صح كده؟ والميس متفقة معانا لما نلاقي زيرو بنطيرها مع بعض واحنا بنعمل ديفايد. ميس متفقة معانا لما نلاقي زيروهات بنطيرها مع بعض واحنا بنعمل ديفايد. كأننا عملنا ديفايدد باي 10 للنيوميريتر والدينومينيتر. فبقى معاك 9 over 6. طب عندك كومن فاكتور بتوين ال 9 وال 6؟ اه عندي 3. 9 ديفايدد باي 3 equals 3 over 6 ديفايدد باي 3 equals 2. 3 over 2. طب يلا بقى ابدأ حولها لي من improper fraction لmixed number. تمام؟ 3 over 2 يعني 1 and half. 1 and ايه؟ and half. دي الخطوات للناس اللي ايه؟ اللي عايزها بالخطوات. يبقى انا معايا 1 and half hour. ده بالنسبة لايه؟ للساينس. 1 and half.
كده بقى اقدر اجيب ايه؟ how many hours منى study in all. يبقى what منى studied in all equals ها هي ذاكرت math 2.5 hours. يبقى 2.5 بلس وعرفنا انها studied الساينس بتاعها 1.5 كلام ده equal تمام. طبعا half بلس half هيديك 1 whole. half انا مش محتاجة اروح اكتب 2/2 وارجع اقولك تعالى نزودها، مش هينفع نسيبها كده. half and half هيديك 1 whole. 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 hours. 4 hours يبقى هي كده ذاكرت 4 hours. واضحة الفكرة يا شباب؟ احنا كده الحمد لله خلصنا الشيت بتاعنا. ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بأكمل معاكم. لايك وشير عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.